علم النفس بيقول إنه دور الأم في حياة الرجل بيبقى مرتبط قوي ومؤثر على علاقاته العاطفية ونظرته للست، نظرته للمرأة عموماً. فقد الأم خلاك كنت مراهق حبيب وشاب حبيب و... لأن الست مهمة جداً في حياة الرجل. الرجل ما يقدرش يعيش من غير ست، نصك التاني ربنا لما خلق آدم. سعدم وجود الأم خلى وجود الست أهم من الطبيعي؟ طبعاً، لأن ما فيش أم. ممكن لو في أم تعوضني عن غياب الست، تمام؟ لكن مفيش راجل يعيش لوحده. ربنا لما خلق سيدنا آدم خلق معاه حواء. طبعا. فالأم عدم وجودها، ومعنديش أخت. يعني معنديش أخت. فالعنصر ده عنصر مهم جدا في حياة الراجل. تمام؟ فاللي يفتكر إن الست مش مهمة في حياة الراجل ده 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 دماغه تعبانة. أكتر مرة حبيت كان عندك كام سنة؟ الحب اللي هو الفظيع ده بتاع المراهقين والصغيرين. لا، بس حب المراهقين مش اكتر حب انا حبيته. يمكن يبقى اصدق حب. لا، مش اكتر. ما كانش اصدق، مش أكتر حب. حب انا حبيته. امتى كان اصدق حب؟ كان عندك كام سنه؟ احمد العوضي بيتكسف. لا، مش بيتكسف. اصدق حب كانت ياسمين. عرب بيتكسف. لا، كانت ياسمين اصدق حب.